اليوم جينا بفكرة المحور الذكي المدعم بالذكاء الاصطناعي، وين راح يكون فيه ترشيد المياه وكذا مراقبة النباتات ونموها، بحيث راح يقدر يفرق بين النباتات المصابة والنباتات الغير مصابة، وبالتالي تقسيمها إلى نوعين، مصابة يمكن أن نداويها ومصابة ما نقدروش نداويها وبالتالي نقطعها لتفادي انتشار الأمراض في بقية المحاصيل. دبلوم كهرباء صناعية، بعد ما تخرجنا خممنا نديروا هذا المشروع المتمثل في الأسقف المتحركة باستعمال أردوينو، ويمكن الاستعمال نتاعه في العديد من تعدد خدمات. فرز النفايات بطريقة ذكية، يقوم بفرز النفايات عن طريق تحليل الصورة إلى أنواع مختلفة لتكون جاهزة لإعادة التدوير. هذا المشروع شاركنا به في المسابقة الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي لسنة 2023 وتحصلنا على المركز الأول.